ايش كنت؟ كيف الصحة والأخبار؟ أخبارك عاملة ايه؟ الحمد لله، انت كيفك؟ والله الحمد لله تمام. أم الفراعنة وصلت تحت ايه؟ مش عارف أم الفراعنة دكتوري يا دكتوري. أم الفراعنة أنا دكتور تغذية، لو عندك أي أسئلة في التغذية ممكن تسأليني أفيدك. أسئلة في التغذية. أسئلة في التغذية. والله ما أعرف، بس خليني أفكر. يا سلام يا ام الفراعنة، يا سلام يا ام الفراعنة، يا سلام يا أنت سلام. إذا عندك يعني أي نصيحة ممكن تقولها إلي؟ نعم، يعني أنت إذا عندك نصيحة تبغى تقولها إلي. والله أقول لك نصيحة. أنت بتطلبي مني نصيحة صح؟ مش أنت دلوقتي بتطلبي مني نصيحة؟ أيه ماشي. فرنسا جرمينا. تمام، هديك انا النصيحة. بص، اهم نصيحة انا هديها لك النهاردة لو انت التزمت بيها بشكل كبير، يعني ممكن تكون هذه النصيحة نصيحة جوهرية لاشياء كتير. اللي هي قبل ما اقول اللي هي، لازم نعرف ان 70% من الجسم بتاعنا مية. شايف المية؟ 70% من الجسم بتاعنا مية، 90% من الدم بتاعنا مية، 70% من العضلات بتاعتنا مية، 23% من العظم بتاعنا مية، 63% من البشرة بتاعتنا hydration. مية. صح؟ انت عايز تقول hydration. لازم اشرب مية. تمام ماشي، خليكي بس معايا، ما تقاطعنيش، مش تعملي بقى فيها. انت دلوقتي طلبت مني نصيحة، اسمعي okay. النصيحة. الله. اوكي. يبقى احنا كده قلنا، هتخليني اعيد من الاول تاني؟ نسيتيني كل اللي انا قلته. الله. انا اسفه. لا تمام ماشي خلاص، هسامحك. انت تعرفي ان في الاتحاد الاباء الياباني، الاتحاد الياباني للامراض، اكتشفوا ان احنا نستطيع نعالج مرض السكر من النوع الثاني فقط، بان احنا نقدر لو شربنا على الريق 4 كوبايات ميه دافيه حجم الكوبايه 160 مللي، بعد كده ننتظر 45 دقيقه، بعد كده ناخد وجبه الفطار بتاعتنا، وبعد كده نمشي على نظام غذائي مع نمط حياه صحي، نستطيع ان نتخلص من مرض السكر من النوع الثاني بشكل نهائي، اللي هو مرض مزمن وناس بتعيش عليها طول حياتها بتاخد أدوية معينة. فالنصيحة الأساسية، لو عايزة تهتمي بالبشرة يبقى لازم تشربي مية، لو عايزة تهتمي بعظمك يبقى لازم نشرب مية، لو عايزة تهتمي بشعرك يبقى لازم نشرب مية، لو عايزة يبقى ننشط العمليات الحيوية في الجسم كله يبقى نشرب مية. وكأن الخلايا لا تستطيع أن تعمل في ظل عدم وجود الماء. فلان لان ويكفي قول الله عز وجل، وجعلنا من الماء كل شيء حي. شكرا. كان دي مين اللي بتكلم؟ مش بفهم انا الكلام المكتوب باللغه الماليزيه دي، ايه الكلام؟ شكرا، ما تكتبوا بالعربي يا جماعه، ما تعرفوش العربي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لغته عربيه يا اولاد، النبي نفسه كان بيتحدث اللغه العربيه الفصحى، حدثوا عربي، ابوس ايديكم واتكلموا عربي. كفو. مش عارف انا والله، يعني يكفينا فخرا وشرفا ان نتحدث بلغه القران الكريم، لغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتكلموا يا جماعه بالعربي يا جماعه، تكتب يا كاتبه اللي فيها بالافرنج. طب انا بعرف اكتب برضه، بعرف اكتب انا برضه بالانجليزي، وبكتب انا برضه احسن مني، خطي احسن مني. شوف خطي حلو ازاي، شوفوا خطي حلو ولا لا. دي مذاكرتي، كنت بذاكر شويه حاجات النهارده. ما فهمت ولا هي كاتبه انجليزي، فاقول لها ما احنا برضو خطنا حلو لكن بنتحدث عربي. فرانكو. فرانكو مين ولا مرانكو؟ انا عرفني بالفرانكو ده، انا ما اعرفش الفرانكو ده اصلا ايه، عباره عن ايه اصلا، ايه العناب والفرانكو. خلينا يا عم بعد اذنك اشيل العاهه دي، خليك معايا عادي لو حابه نكمل يعني.
اوكي بس ف فبس فانا كنت عايز اقوله النصيحه دي نصيحه تلقيها مني انا خليكي في خليكي اشربي ميه كتير، اشربي ميه كتير على قد ما تقدري بس لو انت دي نصيحه عامه يعني انت طلبتي مني نصيحه انا اديتك نصيحه، اي خدمه مش حرمك من اي حاجه.